رئيس مجلس الأعيان فيصل فايز، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بيكم، أهلا وسهلا سيدي. أنت عصرت جلالة سيدنا من بداياته، من طفولته وبداية تولي سلطاته الدستورية. ما هي قراءتك لحياة جلالة الملك من بداياته؟ سيدي، يعني أنا عملت مع جلالة الملك منذ عام 1993، يعني الآن ما يقارب 30 عام. عملت معه مدير المكتب لما كان قائد القوات الخاصة، ومن ثم طبعاً تواطت العلاقة بينه وبينه. وعام 1999 طبعاً عينت رئيس للتشريفات الملكية، ثم وزيراً للوراث، ثم رئيساً للوزراء، ثم رئيساً للديوان الملكي، ومن ثم رئيساً لمجلس النواب ورئيساً لمجلس الأعيان. أنا يعني معاصر لجلالة الملك مدة طويلة، وجلالة الملك والحمد لله يتمتع بصفات قيادية عظيمة. يعني الزعامة لها أسس، يعني أي واحد قائد يجب أن يكون هناك صفات يتمتع فيه. في أي عمر قرأت هذه الـ؟ من بدايته. أول شيء مثلاً عمله بالقوات المسلحة علمت جلالة الملك الانضباطية، هو يحب الكلام الواضح والصريح ولا يحب الكلام المنمق، يعني لا يحب المديح. يعني لما تجلس مع جلالة الملك بتكون واضح وصريح بدون كلام منمق، هاي إحدى صفات طبعاً القيادة. طبعاً الشجاعة كمان هاي إحدى صفات الزعامة، التواضع، المروءة، الكرم، الترفع عن الصغائر، احترام الصغير قبل الصغير قبل الكبير، العفو عند المقدرة، هاي كلها من صفات جلالة الملك الله يطول عمره. يعني في موضوع التواضع مثلا، لما انا كان يتعامل معي ولا اي تشريفات ملكيه دائما او يخاطبني ويخاطب كل من يعمل معه بكلمه سيدي. نعم. حتى عندما كان يذكر اخوانه او مثلا عمه الامير الحسن يقول سيدي حسن، او مثلا اخوانه يقول سيدي فيصل، سيدي هاشم، او هذا أبنائه. مصطلح عسكري، يعني هذا المصطلح عنده دائما، يعني بيقول مثلا احكي اطلب لي مثلا سيدي حسن. أو شوف يعني لوين موضوع التواضع والتسامح. طبعا يعني هاي صفة من صفات الهاشميين، يعني كان متسامح جدا مع الكل. اللي يعني بتعرف كان في إساءات كثيرة للأسف في الربيع العربي وغير الربيع العربي، فكان دائما يعني متسامح مع الجميع، ودائما يعني العفو عند يعني المقدرة. يعني سيدنا يعني كانوا يقولوا يعني الاعتداء على هيبة الملك وكذا، ولكن دائما كان متسامح، وهي صفة من صفات الهاشميين. فهاي الأشياء اللي دائما تتجسد في شخصية الملك. فوجئ جلالة الملك بتعيينه وليا للعهد، هذه المرحلة أنت عصرتها. سيدي شوف، يعني جلالة الملك حسين الله يرحمه يعني كان دائما يسعى أن يسلم الراية لمن يستطيع أن يتحمل المسؤولية بعده. ويعني رأى في جلالة الملك عبد الله الشخص المناسب لحمل الراية الهاشمية وأن يحكم البلد فيما بعده. لأنه إحنا لما كنا يعني إحنا تربينا مع الملك حسين، الناس يعني لما توفى الملك كانوا يقولوا مين بده يحمل المسؤولية بعد جلالة الملك. يعني صح. احنا تربينا مع جلالة الملك كل الشعب الأردني، يعني فكيف مين كان بيقدر يتحمل المسؤولية، مين كان بيقدر انه يواجه التحديات اللي كان يعني تواجه الأردن. تحديات موجودة على مدى تاريخ الأردن من بداية الإمارة لحد الآن، ودائما كنا نتخطى هذه التحديات ونتغلب عليها ونخلق يعني من وراء هاي يعني فرص للاستمرارية في يعني حكم المملكة الأردنية الهاشمية. عندما استلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 يعني حملها بكل كفاءة. وخلينا نكون يعني شوية بدي أحكي بس فقط على الفترة ما بين 99 لل 2003. من 99 و 2003 كانت الدنيا قمرة وربيع، ما كان عندنا مشكلة طاقة لأنه العراق كان يعطينا طاقة شبه مجانية، نصها بأسعار تفضيلية ونصها مجانا، ما كان عندنا مشكلة طاقة.
يعني شركة الكهرباء الوطنية، بدي أعطيها كمثل، شركة الكهرباء الوطنية من وفر، طبعا شركة الكهرباء الوطنية تأثرت أكثر بالربيع العربي وانقطاع الغاز المصري. احنا يعني لما وقعنا اتفاقيه مع الحكومه المصريه لاستيراد الغاز المصري يعطوني اياه بسعر تفضيلي كمان، نعم. فهي غطت شوي على موضوع نقص الطاقه من العراق، صحيح. ولكن طبعا بالربيع العربي عندما قاموا بتفجير الانبوب، نعم. اللي كان يوصل الغاز، فهذا اثر على شركه الكهرباء الوطنيه اللي كان عندها وفر ما قبل الربيع العربي 300 مليون دينار، نعم. الان هناك ديون 5500 مليون دينار. شوف تأثير الطاقة أنت قديش. فجلالة الملك يعني من 99 إلى 2003 مثل ما قلت لك كان ديني قمر وربيع، من 2003 حرب الخليج، ومن ثم الأزمة المالية عام 2008، ومن ثم الربيع العربي، ومن ثم كورونا، ومن ثم الحرب الأوكرانية. كيف يستطيع أي دولة أن تضع استراتيجية في ظل هذه التحديات؟ يعني أنت بتضع استراتيجية، انت بتعرف شو بده يصير بعد شهرين؟ لا، هلا احنا خلصنا من يعني او خلصنا من كورونا، طلعت الازمه الاوكرانيه، بكره بنخلص من الازمه الاوكرانيه، ما بتعرف شو بطلع. نتنياهو، ايران، هناك مخاطر، هناك تحديات كبيره على جلاله الملك وهو يحمل الهم الوطني. ف يعني الوضع الاقتصادي سيء، لكن اذا ما قررنا احنا وضعنا بما يجري في دول شقيقه اخرى، يعني لا في كهرباء ولا في سولر ولا في مي ولا في، والوضع يعني من أسوأ ما يمكن. احنا ما بقول انه الدنيا قمر وربيع، هناك بطالة 25%، هناك فقر، هناك، لكن وضعنا لسه أفضل بكثير من دول أخرى. نعم، ملفات وأعباء ثقيلة ورثها جلالة الملك منذ أن تولى السلطات الدستورية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي. شكك المراقبون على قدرة جلالة سيدنا بتجاوز هذه الملفات، لكن بحكمته وقدرته تجاوز هذه الملفات كيف؟ مثل شوف، احنا يعني في، بدي احكي عن الشق او السياسي، لان الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي. يعني اذا نظرنا الى الشق السياسي الان والاصلاح السياسي، الان لا يمكن اي اصلاح سياسي يرتبط بثقافة الشعب او ثقافة الشعوب. الان اذا نظرنا الى العالم العربي، شئنا أم أبينا، هناك نظام قبلي أو نظام طائفي أو نظام قبلي وطائفي. إحنا إذا بدنا نمضي في طريق الإصلاح السياسي يجب أن نغير من ثقافتنا. يعني لا قانون انتخاب يصنع، يعني يجعل الناس والله تصوت لواحد مش قريبه، أو مثلا الجهوية والمناطقية، يعني هاي معروفة. ولا قانون أحزاب سيصنع أحزاب. الأحزاب يجب أن ينبع من القاعدة. أنت إذا بتقدر، يعني إذا بتأخذ المشهد السياسي الأردني الآن، الجهوية والمناطقية هي المسيطرة، وأنا بحكي من منطلق الواقع الأردني، صحيح. أنا لا أنطلق، صحيح. إلا من واقعي، صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. هلا الأحزاب، أنا محترامي كل الأحزاب، هل في قناعة عند الشعب الأردني بالأحزاب التي يعني قريبا جدا الآن أنشأوا عدة أحزاب، لكن هل هناك قناعة عند الشعب الأردني؟ أي مواطن أردني الآن لو تسوي معه مقابلة تقول له تعال التحق بحزب، يقول له ما بدي التحق بحزب ولا شيء، حسن لي وضعي المعيشي. لأنه إذا أنت وضعك المعيشي مش مرتاح، كيف بدك تروح تلتحق بحزب؟ وإذا الأحزاب ما عندهاش، يعني لا أحزاب برامجية ولا هي يعني برامجها تطبق على أرض الواقع. رغم كل المحاولات والدعم الذي قدم للأحزاب لم تثبت كفاءتها أو قدرتها على قيادة الشارع. للأسف، لأنه إحنا الجهوية والمناطقية، ما بدي أحكي عشائرية، العشيرة يعني دائما أنا متهم إني والله بقول عن العشيرة إنه هي سبب من أسباب إنه ضد الإصلاح السياسي. أنا ما بقول هيك، أنا اللي بقوله إنه العشيرة هي أهم مكون في المجتمع الأردني. العشيرة ساهمت في بناء هذا الوطن، رجالات العشائر ساهموا في بناء مؤسسات هذا الوطن بالتعاون طبعا مع الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه، انتقالا إلى الملك طلال، إلى جلالة الملك حسين الباني، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز. يعني دائما جلالة الملك يعني يحرص على موضوع الإصلاح السياسي، لكن هاي تتعلق بالعملية التربوية، كيف بدنا نغير ثقافتنا. هاي بتتعلق بأنه نزرع مفاهيم جديدة في عقول أطفالنا
من صف الأول ابتدائي. نعم. نستعمل مثلاً أفلام كرتون كل عمره إله. صحيح. يعني كيف طريقة كيف تتعامل معه أفلام كرتون كيف عن يعني نغير مفاهيمنا لأنه المفاهيم مهمة جداً في تقدم الشعوب. نعم. إذا إحنا قدرنا إنه نغير ثقافتنا ونغير مفاهيمنا، إحنا المفاهيم اللي تربينا عليها العشيرة كانت هي رمز للنخوة والشجاعة والكرم والمروءة، لكن للأسف الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي تغيرت البنية العشائرية. راح تخلي يكون أنا بتحدث كزعيم قبلي، تغيرت البنية العشائرية الآن. هل على مساحة الوطن في كبير الآن؟ بطل في احترام الكبير، واللي ما إله كبير بيدور كبير. يعني وين ما تروح هاي معروف إنه مثلاً بالعالم الغربي في زعامات يعني بتطلع زعامات من الأحزاب. هون العشائرية هي اللي مسيطرة، فالعشائرية هي اللي تنتج الزعامات. لكن للأسف الآن إحنا بطلت حتى العشيرة تنتج زعامات مثل أول. إذا قارنا مثلاً البرلمانات حتى ببداية الإمارة، أنا أول مجلس تشريعي وبعدين ما بعد الاستقلال، كل يعني تنظر الآن لصور كلها زعامات كانت. صحيح. ما بعد الاستقلال عام 47 أول مجلس نيابي كان كله زعامات. صحيح. كانوا قلال لكن كان لهم تأثير بالمجتمع، كان لهم. ربما لعبت العولمة دور في 100% العولمة والثورة في المعلومات. نعم. والأخبار المفبركة ولا حتى فككت الأسرة الأردنية. طبعا شوف الأسرة حتى أثرت على الأسرة، يعني أنت أهم مكون بالمجتمع الأردني هو الأسرة. نعم. أوكي. لما الأسرة يبطل الأب والأم لهم خلينا نقول نفوذ على الأولاد، صار الايباد او الانترنت صار هو مؤثر اكثر. نعم. هذا اللي يجب العوده الى الاسره هي يعني الاب والام هم اللي بلازم انهم يزرعوا مفاهيم يعني تخدم المجتمع وتخدم الاسره. نعم. في اذهان اطفالنا. نعم. لازم يكون لها الاسره لها دور، العشيره لها دور، الجامعة لها دور، الجامع المسجد له دور. التعليم أكبر طبقة موجودة بالأردن، اللي هو أكبر عدد في الأردن من القطاعات، قطاع التعليمي، مدارس منتشرة في كل أرجاء المملكة أكثر من الدول الأخرى يعني إذا قسناها. لذلك الصحة، ملف الصحة، ومن يريد أن يتعالج يذهب إلى مستشفى الخاص أو الطبيب الخاص. ما هي المشكلة؟ شوف المشكلة مثلا إذا نظرت تاريخيا نشوف إنه كان المدارس الحكومية كانت تضاهي المدارس الخاصة. صحيح. كلية رغدان، كلية الحسين، هاي كلها خرجت رجالات. نعم. رجالات دولة. صح. الآن في تراجع بالتعليم، تراجع بأداء المعلم للأسف، لأنه المعلم لما يستنى مثلا 10 أو 15 سنة على ديوان الخدمة المدنية مشان يتعين بكون نسي التعليم، فيجب تأهيل المعلم، يجب تحسين وضعه المعيشي كمان. يعني كيف المعلم بده يعلم ويربي أجيال إذا كان مش مرتاح مادياً؟ هاي مهمة جداً. ثانياً يجب أن يكون هناك حوافز وتأهيله، تأهيل المعلم. يعني إحنا أول تاريخياً بنسمع مين كان من المعلمين اللي إحنا بنسمع كانوا بنو أجيال، لوغان الهنداوي، صلاح أبو زيد، كثير من الناس، وصف التل، كلهم ساهموا بالتعليم. كانت مدرسة السلط تضاهي الجامعة. صحيح. اللي بيتخرج منها الآن بضاهي الجامعة. صحيح. إيه. فشو التراجع اللي صار بالتعليم كمان؟ لازم نشوف شو الأسباب مشان نلاقي العلاج. نعم. للأسف صار في تراجع بكل شيء بالصحة. إحنا كنا بالصحة العلاجية. صحيح. كنا الأول بالمنطقة ومن أفضل الدول بالعالم. تراجعنا. يجب انه دائما يجب انه اول شيء نشخص الداء ومن ثم نلاقي العلاج، وهاي الاساس بكل شيء. يعني بدك الحكومه تضع استراتيجيه لتحسين التعليم، تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين في موضوع الصحه، لانه بتلاقي مثلا في مستشفيات كثير بتروح بتلاقي الناس مكومه فوق بعض بالكوريدورات وبالهاي، ولازم تلاقي حلول. ويجب أن تكون الحكومة لها دور كبير
في السلطة التنفيذية، يجب أن يكون لها دور في إيجاد الحلول لكل هذه المشاكل اللي بتواجه المواطن الأردني. أولى جلالة الملك اهتماما بالملف الاقتصادي منذ أول ما تسلم الحكم على حساب الملف السياسي، ما وجه له انتقاد من الأحزاب السياسية والنقابات وطالبوا بالتعديلات، وقد تجاوب جلالته مع هذه المطالب. ما هي قراءتك وكيف تجاوب جلالة الملك؟ المهم أن الأدوات تنفذ. الملك بوجه، لكن الملك لا يستطيع أنه يقوم بكل المهام هاي، يعني يجب أن يكون هناك أدوات. السلطة التنفيذية من إحدى الأدوات اللي يجب أن تنفذ توجيهات الملك. ولكن أنا لا أضع فقط يعني ما بحطش الحق فقط على الحكومات، يعني أضع اللوم على الحكومات كمان الوضع الإقليمي الصعب اللي مرينا فيه. يعني جلالة الملك مر بفترة من يعني بحكم المديد إن شاء الله، مر بالأردن بفترات صعبة جدا. يعني الربيع العربي دمر العالم العربي، احنا يعني واجهنا التحدي ومشينا كيف خرجنا من الربيع العربي؟ كان الربيع العربي كان بحكمة وحنكة جلالة الملك والتفاف الشعب الأردني حول جلالة الملك. كل أردني بعرف بقرارة نفسه أنه هذا هو صمام أماني، كلهم من كل الأطياف، من كل الأطياف المجتمع الأردني بعرفوا بقرارة نفسه أنه هذا هو صمام الأمان، لأنه المجتمع الأردني مجتمع فيه تعقيدات كثيرة، شمال جنوب وغرب ومسيحي ومسلم، ففي تعقيدات المجتمع الأردني، فيجب أن نحافظ على جلالة الملك لأنه هو صمام أماننا. لا سمح الله إذا صار إشي بهالبلد ستكون حرب أهلية، والله اللي صارت بسوريا وبلبنان نزهة بالنسبة لما سيجري في هذا الوطن. أنا نصيحتي للشعب الأردني بغض النظر، أنا ما بقول الدنيا قمر وربيع، إن شاء الله إنه جلالة الملك الأدوات اللي عنده ينفذوا توجيهاته، وإحنا بالطريقة السياسة صحيح ماشيين، لكن بدك ناس ينفذ في المشاريع الكبرى مثلا، هاي بتأدي إلى خرق فرص عمل. المشروع الزراعي اللي أنا بنادي فيه استصلاح 1,000,000 دنم من أراضي المملكة، عندك 75% مملوك للخزينة، هل عاجز تلاقي 1,000,000 دنم على مساحة الوطن مستعب. إنك تقدر هاي بتقدر إنك يعني تنقذ 200,000 عائلة من الفقر والبطالة، سكن وعمل واقتصاد 100%. وبعدين مثلا المشروع الزراعي نزرع إحنا أشياء إحنا بنستوردها، إحنا بنستورد 90% من الأعلاف، 90% نصرف على صندوق المعونة الوطنية فوق 300 مليون، نصرف على دعم الأعلاف 90 مليون. ليه هذول ما نستثمرهم بالزراعة؟ وبطل عالي اللي بيعطيه المعونة الوطنية، بطل عالي على الدولة اللي يستطيع العمل يعمل في الزراعة، واللي ما بيستطيع العمل لأنه في فئتين اللي بتلقوا من صندوق المعونة الوطنية، فئة عاجزة عن العمل وفئة يستطيع أنهم يعملوا شباب. فهاي حل يعني، طبعا المشاريع الكبرى مهمة، تدوير النفايات مثلا هاي بتوظف آلاف الناس، في مشاريع زراعية احنا ما نقول بدنا نزرع مثلا والله خضرة الأشياء التقليدية، لا، ازرع الاشي اللي انت بتستورده، قمح وشعير. كما تفضلت، المستثمر دائما يشكي من الإجراءات الحكومية والضرائب في الأردن، هذا يعني هذا بيت القصيد. يجب انه تسهل على المستثمرين. هلا القانون الاستثمار الجديد، والمهم مش القانون، المهم انك كيف تطبقه. يعني بدك انت عقلية التعامل مع المستثمر بدها تختلف، شايف؟ وبعدين احنا للاسف انه الموظف الاردني يعني في هاي لها علاقه بثقافتنا، وانا هنا لا اعمم، لكن في ناس عندهم عنجهيه بالتعامل مع الناس، وبعدين يعني دائما يعني بيعتمد على عشيرته بالباطل وليس بالحق. هاي لازم انه يعني انا هاي حلها سهل، حط كاميرا للموظف، كاميرا اي واحد ممكن كمان يعني يكون الحق على المواطن، بعض المواطن كمان يعني بتعدى على 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 موظف، لكن اذا في كاميرا، الكاميرا هي الفيصل. بعدين اذا 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 مثلا ما عمل المستثمر معامله جيده بدك تعاقبه، في عقاب وثواب. الاداره فن وعلم، الفن كيف تدير مؤسستك، الانضباطيه اهم شيء بالفن الاداره هي الانضباطيه. يجب أن يكون الوزير قدوة بالانضباطية، الأمين العام
مدير الدائرة، مدير القسم. لما الوزير يطبق الانضباطية عنده بالوزارة بتصير تقدم خدمات أفضل للناس، لأنه بصير في عندك عقاب وثواب. إذا والله بيجي واحد عنده عنجهية موظف ومتعاقب مرة ثانية ما بعيدها. هذا كله مرتبط ببعض، مرتبط بالثقافة. يعني أنت يجب أنه قانون الاستثمار تطبقه، لكن بدك تطبقه صح. قانون الاستثمار أوكي لا يصنع استثمار، اللي بيجيب الاستثمار ويجذب الاستثمار هو المعاملة، اللي المعاملة الطيبة اللي بتعملها للمستثمر اللي بيجي وبتسهل له الأمور. طبعا بده يجي يستثمر، بعدين عندك قدرات هائلة في هذا البلد بالزراعة بالصناعة قدرات هائلة. بعدين مثلا التنقيب عن المعادن كمان هذا مهم. ثروات في الأردن قائمة ضخمة جدا تحدث فيها جيولوجيين أردنيين وحكوا عن وفرة هائلة جدا في الطاقات. ما الذي يمنع؟ شوف أنا اقترحت أن يكون هناك مؤتمر يجيب كل العقول التي تعمل في مجال الطاقة النفط والغاز، مؤتمر تجيبهم والذهب كله ما هم هذولا، يعني كل الناس المعنيين بكل اللي بس أهم شيء عندنا كمان النفط والغاز، لأن النفط والغاز يعني هو مخرج لنا. يعني إذا طلع عندنا نفط وغاز كما يعني يدعي البعض، ما أعرف أنا، لأنه في ناس بقول فيه ناس بقول ما فيه. إحنا بنسمع من أنا بقول نجي نسوي هذا المؤتمر. نعم. أنا اقترحت هذا يعني المستويات، ونجيبهم ونقول لهم تعالوا ادرسوا لي جيولوجيا البلد، ونجيب طبعا نقابة الجيولوجيين وكل الناس اللي معنيين بالموضوع. نعم. نقول لهم تعالوا ادرسوا لي هل في نفط وغاز ولا ما في. إذا ما في نفط وغاز بنسكر هالطابق وبننسى موضوعه وبنركز على معادن أخرى اللي هي موجودة. يعني الذهب مثلا موجود، اليورانيوم كمان موجود. فبده بس يعني بدك متابعة، يعني المتابعة أهم شيء. فخلينا نشوف إذا في نفط وغاز ولا ما في بواسطة هذا المؤتمر اللي بتجيب كل العقول اللي بتشتغل، بتجيب حتى خبراء أجانب يعني. سيدي. وبعدين دعم شركة البترول الوطنية. نعم. هل الحفارة قديش تكلف؟ 30 مليون دولار. أنا بدعمهم 200-300 مليون دينار شركة البترول الوطنية، وعندنا عقول إحنا. نعم. لا يستهان بها. صحيح. بدعمهم 200-300 مليون دينار، بجيبهم بقولهم تعالوا هاي حفارات وحفروا. ليش أنا أجي مثلا أجيب شركة أجنبية تأخذ منا أولها ببدو طبعا، يعني بياخذوا تقريبا ثلثين الدخل الوقت اللي كفاءتنا لا مدام كفاءتنا موجودة وشركة البترول الوطنية موجودة. لا والله بدعم شركة البترول الوطنية وبستعين بخبراء أردنيين بيعملوا في هذا المجال بالخارج وبمشي بالموضوع. سيدي تعودنا على صراحتك، كثيرا ما أسمع في نقابات مهنية وأحزاب والصالونات السياسية أن هناك من يعتدي أو يتطاول على سيادتنا على ثرواتنا في الأرض. هل نمتلك الاستقلالية على ثرواتنا؟ طبعاً يا سيدي هذا سؤال ما بعتقد أنه صحيح. ما بعتقد أنه في دولة بالعالم بقول والله لا تنقب عن نفط وغاز. يعني هذا البعض يدعي ذلك، أنا لا أعتقد. أنا بقول أنه يجب أنه مثل ما قلت قبل شوي أنه ندعم إحنا شركة البترول الوطنية للتنقيب عن النفط والغاز، ونعتمد على الأجانب. في عندك عقول أردنية يعني تعمل في هذا المجال في كل العالم. صحيح. أما والله بقوله والله من ناحية سياسية ما بدهم يطلعوا كذا، هذا الحكي أظني مش صحيح. أنا شخصيا لا أعتقد. اليوم نشهد الشوارع التي كانت تزاحم للأقدام، محلات تغلق، شركات تهاجر، مصانع تذهب إلى دول عربية. قراءتك لهذا المشهد؟ طبعا هذا شوف مشهد مؤلم هذا طبعا، لكن شوف أنت لما تحسن الوضع المعيشي للشعب الأردني هذا ينعكس على كل الاقتصاد. من هلا مثلا مشروع زراعي، لما واحد مثلا بيكون عنده خلينا نقول موظف أو مثلا يعمل في القوات المسلحة، لما يصير عنده كمان دخل سنوي 6-7 آلاف دينار، هذا له تأثير كبير على الاقتصاد، لأنه بصير يشتري كماليات، بصير يشتري الأولاد والأشياء اللي ما كان يقدر إنه يشتريها أول. هذا له تأثير كبير على الاقتصاد. فأهم شيء تحسين الوضع المعيشي للشعب الأردني، هذا يتم عن طريق المشاريع الكبرى مثل ما قلت قبل شوي،
والمشاريع الزراعية والأمن الغذائي اللي حكى فيه سيدنا. مصانع مصانع، بعدين بدك أنت تسوي مشاريع إنتاجية. يعني أنا أوكي بيحكوا هاي المدينة عراسي وعيني، أنا لست ضد مدينة تخفف الازدحام في عمان، بس هاي بتها لا 2050، أنت بدك إشي على الحارك، بدك إشي بسرعة، وهو المشاريع الزراعية اللي هي أهم شيء. ولما الشعب الأردني يشوف إنه في ناس بيشتغل ومثلاً السلطة التنفيذية بنزلوا على الميدان وبروح بزور وادي عربة وبزور البادية الشرقية وبزور المدورة والديسي، بقول والله بدي أحفر آبار هنا بعد 6 أشهر بدي أسوي بنية تحتية بدي كذا، بتريح الناس. يعني الناس بدها بس يعني خلينا نقول يعني حافز إنهم إن تقولهم أنا راح أساوي وتساوي، وتأخذ معك فرق إعلامية، ينزل مثلا رئيس الحكومة على وادي عربة على البادية الشرقية على شرق الكرك على المدورة والديسي، هاي المناطق اللي ممكن تسوي فيها مشاريع وتورجي الشعب الأردني إنه قاعد تشتغل، وتعطيه مدد زمنية تقول له أنا بعد 2 سنين بدي أهيئ لك البنية التحتية، يكون في مثلا كمان الطاقة مهمة، تسوي مثلا شبكة للمليون دنم، شبكة طاقة شمسية، لأنه هاي بتوفر، لأنه الطاقة حقها قروش طبعا. يعني بدل ما أنت تسوي الدنم معك يسوي مثلا 500 دينار، إذا وفرت الطاقة بيسوي معك 1000. ومن نزرع الأشياء اللي إحنا محتاجينها. الوضع على الحدود العراقية كان هناك ما يهدد، وصرح مسؤولين في القوات المسلحة أن هناك ما يهدد العراقية ولا سوريا؟ سابقا العراقية، الآن السورية. لا، المشكلة من سوريا هي تهريب المخدرات. يعني إحنا على تواصل دائم مع أخواننا في سوريا على أساس إنه يضبط الأمور، يعني ما إنه هاي صارت تهدد المجتمع الأردني. يعني قضية المخدرات بطلنا ممر، أصبحنا مقر الآن، وهي بتأثر على عقول شبابنا. يعني انتشار التعاطي بشكل كبير، هل هذا سببه مثلا تراجع الاقتصادي؟ هل سببه مثلا قلة التوعية؟ بدها حملة توعية، وبدها انك تضرب بيد من حديد على كل من يتاجر او يتعاطى. لان التعاطي ممكن له يعني حكم مخفف، بس اللي بتاجر يجب ان تغلظ العقوبات في موضوع الاتجار بالمخدرات. حكومة يمنية الآن تحكم الاحتلال في فلسطين، كان آخر استفزازاتها منع السفير الأردني في فلسطين من الدخول إلى المسجد الأقصى. قراءتكم لوضع هذه الحكومة ومستقبل علاقتنا معها؟ نشوف أكثر حكومة مطرفة في تاريخ إسرائيل هي هذه الحكومة، لأنه فيها طبعا أشخاص هذولا يدعو إلى طرد حتى الأخوان الفلسطينيين داخل الحدود 48، يدعو بطردهم. هذا بن غفير، وكذلك بالضفة الغربية، ضم الضفة الغربية كان وارد على مخطط نتنياهو، هذا قبل هاي الحكومة، الآن مع هاي الحكومة كله وارد. لكن نحن بالأردن أو جلالة الملك لا يستطيع أن يتحمل عبء القضية الفلسطينية لوحده، وأنا هذا حكيتها في مقابلة قبل فترة مع وكالة إعلامية، قلت يجب أن يكون هناك موقف عربي إسلامي خلف جلالة الملك، والآن والحمد لله هناك موقف عربي إسلامي خلف جلالة الملك. هناك انقسام حاد بالمجتمع الإسرائيلي، اللوبي الصهيوني اللي كان دائما مؤيد لكل مخططات إسرائيل، الآن حتى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية هو ضد هذه الحكومة. هناك ضغوطات الآن على نتنياهو وحكومته للتراجع عن، لكن هل هذا سيؤثر على مثلا المخططات اللي يسعى إليها نتنياهو وحكومته؟ هذا مش معروف، لكن في عليه ضغط. الولايات المتحدة لما كل سفراء الاتحاد الأوروبي يزوروا الأقصى ويأكدوا على الوصاية الهاشمية، لما العالم الإسلامي والعالم العربي يؤكد على، حتى الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أكدت على الوصاية الهاشمية. الوصاية الهاشمية بالنسبة لنا خط أحمر. لا قلت معالي ممدوح العبادي وعدد من الشخصيات السياسية بالأردن دعوا أن نسلح النساء من الآن منذ أن تولت نتنياهو هذه الحكومة. بدك تكون واقعي كمان. أشوف أنا دائما أحكم العقل على العاطفة.
يعني اللي بتحدث بهالأسلوب. أنا محترامي له للدكتور ممدوح، أنا صديقي وبعزه وبحبه. إحنا يجب أن نحكم العقل العاطف، هل الأردن يستطيع أن يحارب إسرائيل؟ هذا مش وارد، مش وارد. أنت انطلق من واقعك، أنا لا أستطيع أن أحارب إسرائيل. أولا وضع إقليم معقد، الدول الأوروبية لن تسمح أنك تحارب إسرائيل ولا أمريكا، سيحاولوا استعمال الدبلوماسية للضغط على هاي. لكن أنه نيجي نقول والله بدنا نحررها بواسطة سلاح، هذا مش وارد الآن. وأنا بحكي من منطلق واقعي الأردني، إحنا لا نستطيع أنه نشن حملة أو حرب على إسرائيل، لا يمكن. تحديات كثيرة، تهديدات خارجية، ملفات صعبة، وجلالة الملك وحيد يقاوم بدون سند عربي بدون شيء. علينا كأردنيين دور، ما هو الدور المطلوب من الأردنيين مع جلالة السيد؟ شوف، الشعب الأردني شعب طيب وأصيل ومعدن وأصيل، إذا عرفت كيف تخاطبه تملكه. يعني يجب التركيز الآن على مخاطبة العقل الأردني، والحكي اللي حكيته اليوم يعني أنا واضح كان. يعني أنا نصيحتي إنهم يلتفوا حول جلالة الملك ويبتعدوا عن كل الإشاعات والأخبار المفبركة وكل ما يجري الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. الأردن مستهدف، هل سنكون إحنا كمان بدنا نكون إن دور في استهداف الأردن؟ كل أردني محب لوطنه، ما بحب إنه يصير في شيء بهالبلد لا سمح الله. فأنا نصيحتي إنه سيء إنه ما في ثقة بين الدولة وبين المواطنين، لكن تستطيع بناء الثقة بواسطة مخاطبة العقل الأردني. يعني حطه بالصورة، شفافية، يعني شفافية مطلوبة، المصارحة مطلوبة، لكن يعني بلاش كمان يعني تأثر علينا لدرجة إنه لا سمح الله نقود وطننا إلى الهاوية. بوجود جلالة الملك وحكمته وحنكته ووجود هذا الشعب الطيب، بعتقد إنه أنا شخصية متفائل بمستقبل المملكة الأردنية الهاشمية. Thank you.